للقلب. والإطلاق الثاني مغايرة للإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هكذا في كثير من الآيات عطف الله تعالى العمل الصالح بالمغايرة بالواو الذي يدل على المغايرة. فإذا يعلم منه إذا لم يكن واحد من المسلمين غير عامل بالعمل الصالح لا يقال إنه كافر إذا كان عنده اعتقاد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع ما يجب عليه الإيمان به، فهو مؤمن، لكنه مؤمن عاص، مؤمن خطاء. فعلى المؤمن أن يجتهد في العمل الصالح ويعمل به حتى يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. فيكون صاحب العمل الصالح إذا كان مؤمنا صادقا راضية بالله سبحانه وتعالى، وتكون مرضية عنده أيضا، جعلنا الله وإياكم من الراضية والمرضية. اللهم آمين. جزاك الله خير سماحة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا في لازلنا في التعريف والتوضيح العمل الصالح والربط بينه وبين الإيمان، هل له علاقة أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في قضية الإسلام كونه الأعمال الظاهرة على الجوارح وأن الإيمان هو الاعتقاد في القلب؟ ففي هذه الآية اختلف العلماء هل بين الإيمان والإسلام فرق، ولكن التحقيق في هذا القول في هذا المكان: الإيمان والإسلام مترادفان حقيقة ومغايران مفهوما. يعني من حيث المفهوم يتغاير الإيمان والإسلام، ولكن من حيث التحقيق ليس بينهما فرق، يعني شيء واحد. شيء واحد. إذا كان واحد مؤمن وهو مسلم، وإذا كان مسلم وهو مؤمن فهو في الحقيقة. والفرق في التعريف ففي المفهوم فقط لا بالمصداق، لأن المسلم مؤمن والمؤمن مسلم، لا فرق في المصداق هذا. لا يقال إن هذا مؤمن بل مسلم. بل هذه الآية التي ذكرتم يا معالي الشيخ هذا تنبيها ألا أن يكون المؤمن مؤمنا حقيقيا، لأن المنافقين يقولون نحن مسلمون أسلمنا أسلمنا، ولكن إسلامهم ليس بصحيح. إسلامهم ظاهري فقط. الإسلام الحقيقي ليس بظاهري، بل هو إسلام ظاهري وباطني، وهو في الحقيقة إيمان. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. رب سائل يسأل في حدود، ما هي حدود العمل الصالح؟ يعني البعض ربما يفهم أن العمل الصالح هو الصلوات المفروضة والزكاة والصيام والحج وأعمال العبادات، فهل هو محصور في هذا المعنى أم أن العمل الصالح أو الأعمال الصالحة أوسع من ذلك؟ الحمد لله، هذا سؤال جيد، ينبغي أن نفهم الناس عن هذا. العمل الصالح ليس محدودا في هذه الأعمال، ولكن إذا كان واحد يجتهد لإقامة الدين ويدرس ويعظ ويجتهد، حتى أن هذا الكلام الذي يجري بيني وبينكم يا الشيخ من العمل الصالح، لأن نيتنا صحيحة ونعتقد ونظن بهذه المكالمة والمسافحة هداية الناس إلى الحق. فإذا كل عمل يعمله المؤمن
لرضاء الله سبحانه وتعالى ولنفع نفسه أو لنفع غيره، وهو كل عمل عمل صالح. الحج مثلا رمي الجمار فقط هذا عمل، لأن الله تعالى أمرنا أن نرمي، فإذا رمينا بلا فائدة لا يكون عملا صالحا، وإذا مشينا بلا فائدة لا يكون عملا صالحا، ولكن إذا مشينا حول الكعبة فيكون عملا صالحا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر هذه الآية. هذه الآية تنادي بعلى صوتها أن العمل الصالح عمل يعمله العبد الصالح العبد المؤمن. هذا فإذا العمل الصالح عام لكثير من أعمال العبد المؤمن، وليس محدودا في الخمسة أو في الستة أو في العشرة أو في المئة. سبحان الله. نعم، يعني سبحان الله، يحضرني وأنت فضيلة الشيخ ما شاء الله تعرف بهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، فكأن بعض الصحابة استغربوا أن يكون هذا العمل هو أيضا من العمل الصالح الذي يؤجر عليه. نعم. وفي اللقمة التي تلقي إلى فمك وهي أيضا صدقة، وتلقي إلى فم زوجتك فهي أيضا صدقة، فتطلع شوكة من بدرك فهي صدقة، فهكذا كل عمل يعمله المؤمن فهو صدقة وهو عمل صالح. فضل الله تعالى واسع، يثيب الله على هذه الأعمال الحسنة. يعني حتى كأن النومة إذا يعني نوى بها التقوي على طاعة الله هي من العمل الصالح. نعم نعم، إذا نام قاصدا به التقوي على الله تعالى ويكون عملا صالحا، كما أن الطعام والأكل والشرب يكون عملا صالحا إذا قصد به تقوى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا فضيلة الشيخ، يعني مفهوم العمل الصالح واسع، والعمل الصالح ربما يحول الأعمال المعتادة إذا اجتمعت بالنية إلى عمل صالح. دور النية هنا فضيلة الشيخ، يعني ريت لو نقف عليه قليلا في تحويل الأعمال العادية أو البسيطة إلى عمل صالح يؤجر عليه العبد. لكن فرق بين هذه الأعمال. بعض الأعمال المعينة المحدودة يجب له نية خاصة. جميل. مثلا طيب. الصوم يجب عند الشافعية تبييت النية، يعني في الليل إني أصوم غدا، وعند الحنفية يكفي في أول شهر رمضان النية، وعند المالكية وعند أحمد بن حنبل